لقيت اليوم مؤسسه ماليه اللي كتعطي ان كريدي اللي جات يعني اليوم كاين داك الانطلاقه فعلا انه بزاف استافدوا، ولكن في نفس الوقت كاين بزاف ما استافدوش. يعني انا كنتلاقى يوميا بزاف ديال الناس كيقول لك راه حقا كنديروا الدوسي ديالنا ديال الانطلاقه كيرفضوا لينا، احقا راه كنمشي يمكن كيعطيو بالوجوه. يعني المناسبه بحال هذه اننا نتلاقاو في واحد القاعه اللي هي بحال الحجم ديال القاعه ديال البنك الشعبي مع الشباب تبارك الله، وما تفوتنيش المناسبه انني نشكر السي منتصر اللي كان عنده واحد الدور كبير وفعال انه يقدر يتصل بينا ويتواصل معكم باش يكون مور هذه المناسبه الكريمه اللي غادي نتلاقاو فيها النهار. يعني الناس انهم سيرتو لي جون يعني الشباب انهم اهتمام انهم سواء يديروا المقاوله ديالهم ولا عندهم فكره ديال المقاوله ولا ديجا دخلوا لونتربرونيا وبغاو يكبروا يعني المشروع ديالهم، ولكن ديما كاين داك المشكل ديال التمويل. باسكو انه يعني النقطه اللي حطيت يعني فاش هضرت عليها قلت الناس اللي عندهم فكره ولا بغاو يكبروا المشروع ولكن ما كيقلبوا سواء على التمويل ولا بغاو يعرفوا الاليه التمويليه اللي كاينه عندنا هنايا في الجهه يعني جهه الشرق. وكذلك يعني فاش كنهضروا على التمويل كاين تمويل يعني بنكي وكاين كذلك يعني مؤسسات اللي كتدعم يعني حامي المشاريع وكاين يعني الشباب الى اخره. وهذا الشيء يعني هو الموضوع ديالنا اليوم. يمكن بزاف يعني غيتسائلوا غيقولوا علاش اليوم جينا للبنك الشعبي في اول لقاء، باسكو اليوم كاين كما شفتوا يعني النادي ديال المقاولين الشباب ديال وهم زمه تقريبا كان نادي مغلق، كنا بديناه من في اكتوبر وتسجلنا في مجموعه يعني كنا بدينا كنديروا هو بدا هذا النادي يعني باش الناس اللي اول مره كيحضروا. يعني كاين شي وحدين اللي ديجا شفناهم ولكن كاين شي وحدين اللي اول مره اللي كيجيو. هذا النادي الهدف ديالو شنو هو؟ هو واحد النادي ديال يعني تقاسم الافكار ديال تبادل يعني ديال لي زيدي، كاين ديال التشاور كنهضروا مع بعضياتنا كنقسموا كنتقاسموا لي زيكسبيريونس. وكذلك وهو واحد لو ريزو، حيت اليوم اون انتربريز باش تبدا غتحتاج سواء واحد الكارني ديال لي كليون يعني خصهم الزبناء ديالها وكذلك يعني الممولين ديالها وكذلك يعني الكليله كان كي يعني كان عنده واحد السلعه ولا واحد لو سيرفيس اللي كيعطيه للمواطن العادي يعني كيهمو انه يوصل ليه باسرع وقت. وبالتالي درنا واحد النادي اللي كنتبادلوا فيه هذا الشيء وفي نفس الوقت واحد كيعاون الاخر، يعني واحد بحال واحد ليو ديال لونتخيد وديال ليشونج. كنا بدينا كما قلت لكم كان نادي مغلق، حاولنا اننا يعني اي مشروع كاين ولا اي اليه كاينه كتدعم حاملين المشاريع الشباب حاولنا اننا نستافدوا منها. كانت اولا كنا بدينا ب 1000 فكره ديال شركه افريقيا، ثم كانت فرصه اللي كانت دارت الحكومه، دابا هادو صافي تسدوا وكنا درنا لقاءات يعني حاولنا نعمروا لي فورمولير ديالهم. دابا بداو كيعيطوا لنا باش نستافدوا. دابا قلنا كاينين اليات اخرين ومؤسسات اخرين خصنا اليوم هذه المعلومه توصل لاكبر عدد، حيت انايا صراحه فاش كنحضر في اللقاءات يعني حضرت في اللقاء ديال لا فونداسيون ديال مؤسسه انشاء المقاولات لقيت باللي يعني كانوا الحضور ولكن ما كانش واحد الاقبال كبير بالمقارنه مع شنو كنشوف في الشارع. يعني فاش كنتلاقى مع الشباب كيقول لك ما كاينش الدعم ما كاينش اليه ديال الدعم، في حين انه فاش كنمشي للمؤسسات كنلقى باللي كاين بزاف الاليات ولكن ما كاينش انخراط كبير. وبالتالي قلت يعني كاين شي خلل. على داك الشيء قلت نحلوا اليوم نديروا هذا اللقاء نشوفوا اذا كاين تجاوب ان شاء الله نزيدوا نكبروا هذا الشيء، وما تكونش يعني لا فونداسيون ديال البنك الشعبي هي الاولى والاخيره ولكن يكونوا مؤسسات اخرين. كما قلت لكم اليوم كاين مثلا مجلس جهه الشرق كاين دار الاليه ديالو ديال اشراق مواكبه اللي كيواكب، كاين كذلك كاين غرفه التجاره والصناعه عندها واحد لو سونتر ديال لا فورماسيون كونتينيو ديال التكوين المستمر اللي مجاني بالنسبه للشركات خصهم غير يجمعوا دي جروب. كاين ثالثا كذلك كاين بالنسبه اللي كيدعموا يعني الحاملين المشاريع والمشاريع الصغرى كنلقاو كذلك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، يعني كاين لجنه اقليميه كتراسها السيد الامين اللي كتدعم بشكل دوري مجموعه من المشاريع. وهذا هو الموضوع ديال اليوم. وثم كاين التمويل البنكي، حيت كاع هذه المؤسسات اللي كنهضروا عليهم فعلا انها تقدر تعطيك واحد الدعم باش تبدا ولكن غير كافي دائما باش انك تكبر باش انك يعني تمول المشروع ديالك كامل. وبالتالي كيكون خصك تمشي للتمويل البنكي، وفي نفس الوقت باش تمشي تاخذ التمويل البنكي ضروري خص يكون عندك انابور يعني غتساهم بواحد الحصه.
جو بونس في انطلاقه 10% هكاك 10% ديال فوالا ديك 10% ممكن كاين اللي كيجيبها ان ابور ديالو كاين اللي كيستافد ماشي ماشي مؤسسه اللي كتساهم بحال كما قلنا اليوم الافريقيه كتعطي تقريبا 13 مليون كانت سميتو المبادره الوطنيه كتساهم حتى هي تقريبا 30 مليون على حسب المشروع وكاين بزاف ديال الاليات اخرى اليوم جينا للبنك الشعبي لجوج جوج جوج اسباب وجوج دوافع الدافع الاول هو انه كنا يعني كما قلنا الفرصه ديال تاسيس مؤسسه انشاء المقاولات كانوا ديجا بداو يعني هذه مؤسسه انشاء المقاولات اللي غادي مازال غيهضروا عليها اون ديتاي انا غنعطيك نعطيكم نبذه على حسب انايا كمتلقي حيت انا ما كاينش معاهم من الداخل اون انتر هما اللي غادي يعرفوا يقدموا اكثر وهذاك اصلا الهدف ديال هذا اللقاء ولكن انايا انا كمتلقي جن هذا مقران جمهور هذا مقران يجمعنا غير الاخوان غمار المقاولون حامل الافكار الشباب من منطقه النضار يجوش كذا مقراني الاخوان ديال الجمعيه نوهن زمبا النادي المستثمرون الشباب اجن مناسبات سمحان غنا نهار نتواصل كيسن في جميع الميادين يتخصن التمويل يتخصن خاصه امار واسن البنكا نهارين ان شاء الله نتمنوا اننا نعزم ثواتي اخواننا الى يثمثنا الشباب انه البنكا وتقيم شان نهار هذه ديج نحاشه محرمه تقيم شان نحاشه محرمه نبسط سن تفسير المساطير اذا سنسمح الولوج غا التمويل وتوغان كان يجي نركز التاسخ التمويل الانطلاقه انطلاقه تورا مش يعني دي جن برنامج توغ يعني بتشجيع بين بامر من صاحب جلاله الملك محمد السادس 2019 اكتوبر 2019 انه الابناك وجميع الفاعلون الاقتصاديين على الصعيد الوطني يخص تساهم نشي نهار ان شاء الله نخارط نشي ديال الخنايا ونتمنى ان ان شاء الله نسيو ديج الرساله نبيله للشباب النغ والنداء موجه يني وكان الحضر النهار نتمنى ان شاء الله كان حضر ديال المناسبات الثانيه ونشكركني وصوت التاسيس بسم الله الرحمن الرحيم نهار يدوج اللقاء ذي المستوى يكشف من النضاح حاملي المشاريع لقاء نادي وهن زما المقاولين الشباب تقول الهدف النس هو نسيو دخل اليه تمويل المشاريع نحاملي الشواهد وكذلك حاملي المشاريع بصفه عامه نهار نخضان وسد المؤسسه البنك الشعبي هما نستيورخ الاليات المواكبه وكذلك التمويل اتش يحامل المشاريع تغادي ني يجن تبادل الافكار تغادي ني اسئله كذلك زي الشباب يحضرنا كاين نهارا ويجن يعني في فرنسا نيتا مجموعه المعلومات مجموعه الاجابات خل انتظارات نسن خل اسئله نسن وانت مش ني ودي جن هذه جن مائده مستديره يعني لقاء ذم زوارو ان شاء الله هو ناس دي نجم مجموعه اللقاءات يجي نستهدف نحمي المشاريع هما نهار نحقق يجي نطفر نوعيه هذه النهضه يجي نتقوى غادي دي اتجاه التشغيل الذاتي المبادره المقاولاتيه خصوصا مره السن بنهار تصل المؤسسات دائما حامي المشاريع يخصها نستغل النقطه خصوصا في ظل انتشار يعني البطاله ديج الركود الاقتصادي ستين النهضه مش دوم ني غادي اللقاء دا مزوارو فهو ثازم يمر الشباب من النهضه يخصن يكتشف النهار يعني الاليات الدعم التمويل للمشاريع يغاسن وريني غاسن باقي فكره خصنا الطوان غمشروع هو النغ ثازم وان شاء الله ثاني تدي البدايه الرحيم نهار غنغيجن اللقاء زي سيتنا اللقاءات يتنظم نادي المقاولين الشباب يتتابع مؤسسه وهن زما نهار غنغيجن لقاء البنك الشعبي المؤسسه انشاء المقاولات يتتابع على نتاتي البنك الشعبي من اجل يعني نوفى بعد يجن يقبل ضم قراني الشباب يديوسين محمد الحضاني السلسله هي ثانيتها شباب يغادج الافكار يخصنا كن المشاريع نسن ولكن وسين شت طريقه زي زي غنفذ المشروع سواء تحول نزي فكره غا مشروع نيغ بطريقه زي مول المشروع نسن نيغ مانيس غستفد زي الدعم يتجن متاح ذي مختلف المؤسسات نشين داني تذي نشين ذي النادي المقاولين الشباب نتحول كيس نواكب المجموعه المراحل من بينها الذي ذي تحويل الفكره غامجلس قن غا المشروع لتاسيس الناس للطريقه زي غايزيت طريقه زي غيمول والخطوة السلسلة هي قد البداية النس ثانتا يعني تحسب جن سلسلة يعني ثم زواروت وذين السلسلة تديقوا إن شاء الله أتيري لقاءات مستمرة بحكم أن المقاولة رافعة للتنمية ومضرة لفرص الشغل هذا من جهة ومن جهة ثانية نظرا لأن رأس المال البشري لديه أهمية قصوى في خلق القيم المضافة وبالتالي على الأقل تشغيل ذاتي نظمنا لقاء من أجل تفعيل
والتشجيع على روح المبادرة. كان هناك تجاوب كبير وكبير جدا، وقد أحسسنا عند هؤلاء الشباب برغبة جامحة من أجل القيام بخلق مشاريع على الأقل تسمح لهم بالاشتغال الذاتي. هذا اللقاء اتسم بنقاش هام وهام جدا، تم خلاله طرح العديد من الأسئلة كاستفسارات على الخصوص عن برنامج انطلاقة، وقد قدمت لهم شروحات مهمة تم من خلالها إقناع بعض الأفراد على التساؤلات التي كانوا يطرحونها من قبل، وبالتالي سمحت للجميع على أساس أن يبادروا بخلق هذه المشاريع. كنتش سماح جسد ديت النظا بصفتي وصيغة الحضار يجي المؤتمر ينظم يتوهن زما تبارك الله عليهم زما أك بنك الشعبي باش تساهم تعاون الشباب تقن المشاريع دي ديت النظا نجي بصفتي غاري مشروعين ومشروع مقاول مقاولة تنظيرنت مهم غاري بروجي للمحل وصيغت باش كثير معلومات باش تسمغ بروجينو إن شاء الله بإذن الله. ونتشكر يطس الشباب النور، نتشكر البنك الشعبي تعاوننا نور تساهمك نور شنا يبريدني غانك باش انا غزت ان شاء الله باش ديري جنحش ديسا غزت ديري هندي تنغنض الشباب نص مره خدمان مره غاسن المشاريع مره هذه ان شاء الله جنحش تصبح عندي غزت. مجيد الشلخاح مقاول ذاتي وحامل المشاريع، كنت سعيد في هذا اللقاء اللي كان عباره عن مائده مستديره حول اليه تمويل المشاريع الصغرى وتشجيع مناخ الاستثمار. كانت واحد الفرصه زوينه حيث تعلمنا يعني شنو يعني الاليات وكيفاش يعني اسباب النجاح ديال المقاوله، حيت هي اغلبيه المقاولات النجاح النسبه الكبيره ديالها هو دراسه المشروع. اذا بدون دراسه المشروع يعني عمر شي مشروع ما يطلع. وثانيا خص ديما الشباب يكون عندهم شي افكار يعني افكار فيها الابداع والتميز ماشي نفس الافكار، حيت الا كنا ديما كنمشيو في نفس الاتجاه ونفس الافكار ما كنخلقوش واحد قيمه مضافه للمجتمع والمناخ الاستثماري في المدينه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اولا كاري نادور سيتي ديوسين المبادره يا سبحان، وكاري سي منتصر ينغدي تمون نداني تاع المؤسسه هي البنك الشعبي، وكاري جميع المقاولين اللي كاين غيحضر نداني تاع ماشي سقان البنك الشعبي غيعاظم نداني تاع غنمشينا كاري نطس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.